منذ عام 1948 واحتلت القضية الفلسطينية مكانة مهمة جدا في السياسة المصرية، من حرب 48 مرورا بإعلان منظمة التحرير الفلسطينية داخل الأراضي المصرية، وعدد كبير جدا من الخطوات اللي كانت فيها مصر لاعب أساسي على الساحة الفلسطينية. على مر السنين تعاملت القيادات المصرية على هذا الأساس من أجل دعم وحقوق وتطلعات الأشقاء الفلسطينيين. طيب خلينا نروح مع حضراتكم نتكلم عن اهتمام القيادة المصرية بالقضية وموقف مصر الثابت في دعم أشقائنا الفلسطينيين مع دكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحية، يعني مكانة القضية الفلسطينية لدى مصر هي يعني قديمة الحقيقة، يمكن احتلت كمان هذه القضية مكانة مهمة جدا في السياسة المصرية. خلينا نعرف مع حضرتك أبرز المحطات اللي مرت بيها المساندة السياسية للدولة المصرية لهذه القضية الفلسطينية بكل تأكيد. صباح الخير على حضراتكم وعلى مشاهدينكم الكرام. في الحقيقة مصر بتعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر نفسها، يمكن من قبل حتى حرب 48. يعني لازم ما ننساش إن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الشهير هو عاش شبابه ودرس في جامعة القاهرة كلية الهندسة وتخرج منها قبل حرب 48، وده كان دليل على عمق العلاقات بين مصر وفلسطين حتى قبل حرب 48. ثم ما ننساش إن الجيش المصري دخل فلسطين في حرب 48، وحتى الزعيم جمال عبد الناصر اشترك في الوقت ده قبل طبعا الثورة 23 يوليو، اشترك في الدفاع عن فلسطين وتم محاصرة كتيبته في الفلوجة، والفلوجة دي شمال غزة، وصمد الزعيم جمال عبد الناصر حتى بعد انتهاء الحرب. أيضا ما ننساش الدور المصري في إدارة قطاع غزة بعد حرب 48. الجيش المصري كان حافظ على قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي، فقال القطاع غزة إلى الإدارة المصرية، ومصر أدارت قطاع غزة من سنة 48 حتى الاحتلال الإسرائيلي في 67. مصر أدارت القطاع وكان الطلاب بتوع غزة بيدرسوا في الجامعات المصرية، والنظام التعليمي المصري في المدارس يمتد إلى غزة. وحتى بعد الاحتلال الإسرائيلي في 67 مصر ما تخلتش عن دورها تجاه فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص، واستمر التعليم أبناء غزة حتى وهم تحت الاحتلال الإسرائيلي بيتم في مصر، واستمر دعم مصر إلى قطاع غزة. ثم اللحظة التاريخية المهمة بعد مفاوضات أوسلو والوصول إلى اتفاق غزة أريحة، مصر والرئيس الأسبق مبارك اصطحب ياسر عرفات اللي هو أصله غزاوي بس كان عايش في مصر زي ما قلت لحضراتكم، اصطحبه حتى بوابة رفح وسلم عليه وقال له إيه مبروك عليكم العودة إلى الوطن، وكان ده تأكيد على استمرارية الدور المصري. ده فضلا عن دعم مصر للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية وحتى في الاعتداءات المتكررة من جانب إسرائيل عبر السنوات الأخيرة على قطاع غزة. مصر كانت هي مفتاح الحل في كل هذه الاعتداءات وإيقاف هذه الحروب وبعد ذلك إعادة إعمار غزة بشكل رئيسي. طيب دكتور عفيفي، يعني كيف لعبت مصر دور مهم في إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية على أرضها، وكيف ذهبت بها إلى الأمم المتحدة، وكيف دخلت بها جامعة الدول العربية؟ كان في دور مصري مهم جدا اتلعب في ستينات القرن الماضي منذ أن يعني بدأ الزعيم جمال عبد الناصر يلملم شتات المقاومة الفلسطينية وينشئ هذه المنظمة على أرض مصر
حتى تنطلق بعد ذلك لتكون السلطة الوطنية الفلسطينية. صحيح، يعني مصر وقفت ودعت إلى حل القضية الفلسطينية مبكرا جدا، حتى يعني أول اجتماع قمة عربي حصل في قبل حتى حرب 48 حصل في إنشاص المصرية، دعا إليه الملك فاروق ودعا ملوك العرب للنظر في أوضاع القضية الفلسطينية. ثم بعد حرب بعد ثورة 23 يوليو 1952 الرئيس جمال عبد الناصر تبنى الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني، وتبنى الجيش تكوين جيش فلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان كتير منهم موجود على الأراضي المصرية والتدريب بتاعه. وحتى لما حصلت مشاكل خاصة بالمقاومة الفلسطينية في الأردن في أيلول الأسود الرئيس عبد الناصر تدخل شخصيا للحفاظ على المقاومة الفلسطينية رغم مرضه الشديد، والجميع يذكر أنه مات سنة 70 وبعد مؤتمر القمة العربي اللي توصل فيه إلى الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن. ثم أيضا مصر وقفت بجانب لبنان والمقاومة الفلسطينية عندما تم اجتياح لبنان في محاولة للقضاء على المقاومة الفلسطينية، ومصر رأت خروج ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية من لبنان ووصولها إلى تونس في عام 1982. ده غير القرارات والمفاوضات اللي كانت بتتم في الأمم المتحدة وحتى في جامعة الدول العربية. طيب دكتور محمد، الحقيقة أنه يعني من وقت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين والقضية هي الشغل الشاغل لمصر، مراحل كتير جدا بيها عدت بيها هذه القضية، ويعني وكمان تعاقبت عليها حكومات مختلفة. خلينا نستغل وجود حضرتك معانا وتقول لنا يعني ازاي تعامل الرؤساء المصريين من اول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القضية الفلسطينية، ولماذا هذا الإصرار وثبات الموقف المصري مع القضية الفلسطينية؟ في الحقيقة زي ما حضرتك قلتي ان الموقف المصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية، سواء حتى في العصر الملكي لما كانت الملكية موجودة وأيام الملك فاروق، أو حتى العصر الجمهوري برؤسائه المتعاقبين. فتكوين حتى جامعة الدول العربية في مصر في الأربعينات كان بسبب القضية الفلسطينية بشكل خاص. ثم بعد ذلك في أيام الرئيس عبد الناصر، الرئيس عبد الناصر اشترك زي ما قلت لحضراتكم في حرب 48 وقال كلمة مهمة جدا هتلخص استراتيجية مصر تجاه القضية الفلسطينية حتى الآن. الرئيس عبد الناصر قال انه بعد ما حارب في فلسطين قال لقد اكتشفت ان رفح هي اخر مدينة مصرية ليست اخر الحدود المصرية، وان الدفاع على الحدود المصرية وعلى الامن القومي المصري يبدأ من فلسطين. ومن هنا هنلاقي دي سياسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى الرئيس السادات عندما قام بعمل سلام مع إسرائيل بعد الحرب 1973 المجيدة لم ينسى دور القضية الفلسطينية، ودعا إلى حل للقضية الفلسطينية، ودعا إلى تنظيم مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية. حتى أيام الرئيس مبارك زي ما قلت لحضراتكم مصر كانت داعمة للفلسطينيين وأوسلو، والرئيس مبارك أوصل عرفات حتى دخوله إلى غزة تنفيذا لاتفاق غزة أريحة. وحتى في السنوات الأخيرة الاعتداءات الكثيرة والمتكررة البربرية على غزة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتدخل والأجهزة المصرية تتدخل دائما للوصول إلى سلام وإلى إعادة إعمار غزة. ثم الكلمة الأخيرة للرئيس
عبد الفتاح السيسي عندما طرح إسرائيل أو إعادة طرح في الحقيقة مشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وإفراغ قطاع غزة. الرئيس السيسي قال مشروع تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر غير مسموح به، ومصر لن تسمح بهذا الأمر. وكان في الحقيقة مقولة فاصلة بهذا الأمر. صحيح. هل يعني ما يقال عن المبادرات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين هي وليدة اللحظة أم أنها لها جذور تاريخية يا دكتور عفيف؟ يعني ما تقول إسرائيل حاليا بمطالبة عدد كبير من التيارات الإسرائيلية المتباينة بضرورة تهجير أراء أهالي غزة داخل سيناء، هل هو وليد 2023؟ لا طبعا، يعني ده مرتبط بالمشروع الصهيوني منذ تأسيس إسرائيل. بدأ حتى بفكرة تهجير العرب إسرائيل، العرب الموجودين في فلسطين 48 تحت الحكم الإسرائيلي، ما يزال حتى الآن المتطرفين الإسرائيليين يطالبوا بخروج عرب إسرائيل إلى وأنهم يعيشوا خارج إسرائيل، إما يروحوا الضفة أو الأردن. ثم المشروع الإسرائيلي انطرح أكثر من مرة، وانطرح حتى على الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهجير فلسطيني قطاع غزة إلى سيناء، وعمل تبادل وكان نتنياهو ساعتها تحديدا اللي عرضه كمان. بالضبط، وعمل تبادل أراضي، وكأن يعني بيدهم تغيير خرائط العالم، وكأن مصر دولة ليست لها سيادة. والرئيس مبارك اعترض على هذا المشروع ومات في تلك الفترة. لكن إسرائيل استغلت ما حدث في 7 أكتوبر لإعادة طرح هذا المشروع، مستفيدة أو محاولة أن تستفيد من تعاطف الدول الغربية معها في بداية الأزمة. لكن أتصور أنه أصبح هناك قناعة دولية برفض فكرة تهجير الفلسطينيين على حساب مصر. صحيح. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.